اقسم بذلك يا جماعه وراح من التأمين ما اخذ شغلك خلص يا خلص هيا مع بالي اخذ شي خلص خذ المصاري بدك اياهم خذهم واطلع قال له معك خلصت اي ما هو لو بدك تبني وتطلبه مني لاعطيك اياهم خلص شي بالمنطق اوكي تفضل الله معك مرحبا السلام عليكم كيفكم ان شاء الله تكونوا بخير احبكم ربي يسلمكم يا جماعه اول شيء صلوا على النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم يا جماعه اليوم الفيديو طبعا اليوم كانت تنزل غير حلقات طبعا انا كنت جاهز اقسم بالله اليوم نزلنا بالصبح تعب 6 ساعات من الصبح بس انزل بالعالم بشخصيه دلال كان اخوي محمد طبعا تحدي بيناتنا انه هو ينزل بشخصيه دلال وأنا ويمشي ويمشي بين الشارع بشخصيه دلال بس المطر بس كمان غير انه غير المطر يعني بالاسواق ما ينزل يمشي بالشارع العادي لا بشوارع الاسواق كان اليوم هيك التحدي بيني وبين اخوي بس نزلنا لا المطر يعني المطر كانت سبب واحد انه ما صورنا والسبب الثاني ما لقينا مكان صف السياره ويعني ما بعرف صارت عجقه هيك تخربط الجو كله تخربط كله المهم ما لكم في كل هالقصص اليوم الفيديو اقسم بذات الله طلع معنا عثمان الصبح طلع معنا مشان هذا الفيديو وبالرجعه ونحن راجعين خطر في بالي لاني ما بقى خلص قلت يعني ما راح تنزل الحلقه والله العظيم ومتبلشت افكر انه لازم اسوي شيء لازم 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 فيا جماعة وأنا بسيارة عثمان كان معلق شاكيته خطير كان عثمان كان معلق والله أخوي محمد كمان ما كان له خبر المهم عثمان كان معلق شاكيته وأنا شارح جاكيتي وحيطته على السيارة فنزلنا وأخذنا الأغراض قبل ما ننزل هون صورت لكم فيديو راح تشوفوا شو ساويت أنا شوفوا الفيديو ونرجع نكمل بعد اللي ربي يسعدكم يا جماعه شفتوا شو سويت انا شلت من جيبي مصرات وحطيتهم في جيب عثمان والشغله الثانيه اللي سويتها انه تركت جاكيتي بجيب عثمان تركت جاكيتي بسياره عثمان وجاكيته حطيت بقلبه مصرات فالمهم يا جماعه هلا رح اتصل في عثمان رح اقول له عثمان نسيت جاكيتي معك جيب لي اياه ضروري فعثمان رح يرجع ويجيب لي الجاكيت لما رح يجيب لي الجاكيت يا جماعه رح مد ايدي انا على الجاكيت رح اتهم عثمان بالسرقه طبعا يا جماعه عثمان اقسم بذات الله قبل ما اكمل عثمان انا بامنه على روحي والله العظيم بتمن على عرض الشرف عثمان يعني انا بامنه على روحي وانا بامنه على شرفي فالمهم يا جماعه اخونا اخونا يعني فالمهم يا جماعه يعني لما تشوفوا هذا الفيديو لا تطلعوه بس عثمان هو مقلب بالنهايه رح اشوف رده فعل عثمان انا اتوقع انه يضحك ما يصدق ابدا بس انا رح اخذ الموضوع كثير جدي فهلا خلينا نتصل لعثمان هلو اولا وين وين صرت انت وين انا هون وين بعيد شي من بيتنا بعيد مش قد بعيد بعيد ربع ساعه اوف ليش ما صرنا ربع ساعه طالعين ربع ساعه هيك ليش سي جاكيت سي جاكيت بالسياره هو ورا ناوى عليه ايه ايه برتقاني كو جيب لي اياه ضروري 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 قول الله والله الله يعني نطلع تمام والجاكيتات كلهم بالخصيب طب والله يصلحك شنطة يا سيف بدي اجيبه بتاعه
بربى خمس دقايق. نص ساعة. اه؟ ايه. بدي نص ساعة. يا كذاب والله ما وصلنا ربع ساعة طالعين. في عندك شيء عايزة تقضيه؟ انا ما كنت نازل عندي. ضبط مو ربع ساعة في شغل بخلص معه. طيب ماشي. اوكي. يلا. ماشي. سلام. وصلنا ربع ساعة طالعين ما وصلنا؟ كذاب هذاك كذاب راسا طلعت قلت له اخوي محمد يا دوب فهمت الفكرة اخوي محمد ما استوعب اول شيء المهم بس يجي اسنان نكمل التصوير معنا ربي يسعدكم اول ما بيجي راسا بشغل الكاميرا يلا شغل 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 الو مدير وين صرت؟ هلا كذا يتم بالضبط وين دي؟ عند فينيزي عند الاشارات عند فينيزيا بارك عند الإشارات أوكي يلا يلا باي أنا بستناك بالبالكون إيه برد روز يلا سلام يلا وين في قهوة ولا ما في قهوة؟ آه في قهوة لك ما في قهوة في تعال طب ظبط لي قهوة لك بدي قهوة أطلع السلة ماشي لازم أرجع لي راسي جيشوز يلا يلا باي ربي يسعدكم يا جماعة لهلا ما وصل أسمان ما بعرف إذا مبين أنا على الكاميرا بس أوكي يلا دقيقتين كونوني اوكي يا جماعه هذا يا عثمان هذا هو بشمش وكني خليني اكون فوقه اوكي يا جماعه نزيل يا عثمان نزيل جاكيت ورا جاكيت اوه يا معاه الغبي قد غبي على بصوره يلا رجاله يا جماعه ربي يسكر اجى عثمان بس ما بقى نزل اخوي محمد يفتح له انا ظبطت الكاميرا يا هون ربي غاسي خمس دقايق بس يا زلمه يا وسخ طلعت من هون يا ما طلعت انت يا دوب طلعت من دقينا لك جاكيت وينه صار لك ربع ساعه طالع من وين رحت غازي ايش عم تسوي؟ ضابط منك فين؟ ايش بعمل؟ في اب ماهر وانا شفته ايش هو؟ مو مرح اسمه صور بالسيارة حادث؟ ايه ايه زلمة حرام بالمشفى ليش بالمشفى؟ داخل ورا السيارة معلم هيك من الوش، الوش كله رايح على صار، الوش كله صار بالكراسي الوطنية سيارة لمين؟ ايجار مين عندك يعني؟ مني اسمه من طرف ايجار بس الحمد لله مو من طرفي يعني رفيقي راح ياخذها واعطيها لشخص بس مو من طرفي الحمد لله يلا خلينا بعدين يعني مو بحكي شوي تركي انه ترجم انه تعال وقف معنا شوي ساعدنا تعليك والله لا يبرك على الشوفه يلا الحمد لله انسى طلع حدا معه السياره شيء رفيقي يابا اعطوني الجواز رفيقي جواز شو؟ جواز سفر الزلمه واحد مصاري مو جيل ما يبي لك ما يبيرد هي ها؟ بقلب اللي جسمه خو هات مي رامي خو هي بس هات مي خو مش وما هات مي طلع تليفوني كمان صبيح بقول لك بقول لك حطه في اعطيني مي يا محمد اشرب مي عطشان صبيح بقول لك هات انا حطه مي هات انا حطه مي هي دوضت دوضت وينهم؟ وين وينهم؟ في كاسه؟ ولا مقرقر؟ ها مش هاي؟ شو رأي مصراف؟ مصراف كان جيبي والله العظيم والمصحف بلاك مين طلع معه السيارة؟ ها؟ طلع حدا معه؟ تشرب؟ لا ما بدي لا طلع حدا معه؟ ها؟ فيه طلع ايه وين برا؟ شو مرة جنبي دار جاكيت شي؟ لا ما دار جاكيتي؟ ما حدا سرطة اصلا ما حدا دوره مسراد غبي مسراد شو روحي مسراد معه هو زيب هذا مسراد كان معك بشرفه ما خطن انت شرفه انت ما خطن ما خطن شرفه بصيت انت كذاب والله ما خطشي كذاب ما خطشي والله ما خطشي بحلف في الله كذاب خيي ما مني شي شي ده شي ده شي ده ما مني كونيني 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 يا ابي هذول لي هذا جواز حطه من الزلمه هلا وين راكب دي دغنتي؟
ايش يا عم بديدي؟ شيل ايدك قول على شرف احمد معاك؟ معي بقول لك من معي؟ لو ما قلت لك ما اخذت ولا ما اخذت انا. بتعرف في الله ما اخذت وين طلعوا مصرات؟ وغراوة امي ما اخذت شيء بقول لك يا زلمه. وغراوة امك انت ما اخذت شيء، مين اخذ مصرات من عندي؟ شوف راجع بركي حطهم بالبنك او حطهم هون. كيف كان طلعتهم؟ يا خيو ها 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 ايد ما وضعت ارض ما بتبلع اسمان. شو؟ ايد ما اخذت ارض ما بتبلع. ايش مثلا اول مره بسمع شو يعني ايد ما تاخذ ارض؟ ايد ما اخذت ايه ارض ما بتبلع. وين راح بشرف اخذنا معك اخذته انت؟ ما اخذت ايه؟ شرف 1300 1300 ما اخذت ولا ما اخذت يا ابن الحلال والله ما اخذت. شلي دقيقة لك ما اخذت. شلي دقيقة شوي نماو انا متاكد من غير مين تحكي. ما تقول لي يخرب الجار تقول ما حدا طلع هون. تقول لي الهذا طب وين راحوا المصرات؟ طلع بلاك طلع هون وهون. ايش بك مثل الابوي؟ طلع جحش بجيبك طلع هون 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 تعطيونا الحجة شوفوا وين عطيهم بركي. طيب بعد السيارة نزل طلع هاي المفتاح مسك نجي مسكر روحي. طلع اصلا في كان مو في ايش اسمه الشنطاي وهي طلع اخذت الشنطاي واحط الاغراض نسيت شاكلت فيه مصرات فيه تليفوني. هاي تليفوني وهي الهوية بقلبه الحمد لله. وين المصرات؟ ليش فين رأي هون؟ ليش فين رأي من هنيك؟ لا تنشف رأي عندي كمان تأكد. روحي كوني عم بقول لك كوني عم بحلفك عم تقول لي عم تقول لي باخذ عم تحلف عم تقول والله ما اخذت. روحي عم بقول لك والله ما اخذت شيء. يبقى احلف قول والله ما اخذت شيء. ايش لاحظت شكل اسمك؟ امك يا امك وقف شوي يا حيلك. قوم وقف شوي يا حيلك. عم تحكوا عن جد انتوا ولا شو؟ ما في شيء اسمعني انا بالنسبه لي ما في شيء. ايش ما في شيء؟ ما في شيء. قوم وقف شوي يا حيلك. ايش ما في ايش ليش توقف يا حيلك؟ قوم وقف شوي يا حيلك. خليني بس اطلع انا بايدي. قوم وقف شوي يا حيلك. اذا سيارة مخذيهم بالسيارة بدي اطلع بالسيارة ابني مو بجيبي. انزين اول شيء بطلع ما عم بصير انا عمول بتجرج بس هيك مطلع يا جماعة هلا لا بس مو اكثر. قوم شوي يا حيلك. قوم شوي. قوم شوي. قوم شوي. ما في شيء. قوم شوي. والله ما في شيء عادي يعني. قوم شوي. الله انا يكون واحد الناس والله العظيم والله طاف فتشني. قوم شوي. في زعل؟ سيك. تحت يابس ما بخاف. طبعا روحي ما بخاف الحمد لله. سيك. خليك انت صار ما اشترينا احنا عندنا صديقنا. سيك فتش. بس عيب يا عيب مو انا بتفتش كلب في بيتك. فتش. عشان اشرح بطرون؟ لا اشرح بجوز داشه من تحت. ما اخذ شيء ولا والله ما اخذ شيء. لو اخذ بالك اخذ يا زلمه ما عندي مزحه بالشريط انا. هذا شو ها؟ وصلون؟ هذا ما بحط فيه. طلعته؟ لا حقك اذا طول اذا هيك حقك روحي طلع على كيفك طلع. بس عيب يعني. اي والله اذا ما طلعنا هذا الوقت انا بستحق. لا وين راح المصرات؟ صر ما تحب ببوسه انا. لا ابني لو اخذ على تفتشني انت. لو اخذ ممكن اخذ عند الفندق. انا اذا ما برا على تفتشني انت. اوكي بنزل ما بطلع. انا طلع بسيارتك. رحت عندك على مصاري. انا مطلع بسيارتك. لو انا اخذ اعطيتهم لابو ماهر طلع فيهم عندك هدول الشو؟ هدول الشو؟ هدول الشو؟ هدول الشو؟ نطلعتهم؟ منين طلعتهم من جيبك؟ هدول الشو؟ هدول الشو تاع؟ هي 200 400 600 800 1000 1100 1200 1300 هدول منين طلعتهم؟ والله بجيبك هينو؟ عثمان عم تمسخر علي شيء يا محمد محمد ما اخذت يا ابن الحلال وين 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 منين طلعتهم انا؟ طب لازم مصاري ليش ما طلبت؟ لا ما اخذت علي الحرام سيارة مساوية حادث طالعة منها يعني؟ طب قلي قلي انا بشيلها انا بشيلها انا بشيلها يعني قلي انا لازمني مصاري بشيلها مو انت بدك تخسرنا مشان 1300 ليرة؟ والله بحط دبلون بحط دبلون وما اخسر فيه انا بحط دبلون مو دبلون ادبال ادبال وما بخسر فيه يا شباب غلط امي ما اخذتهم علي الحرام ما اخذت شيء ليش ما اخذت خلص 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 اخذت قيمتك بالاول والاخير خلاص ما هم مصدقين ما؟ مصرات بالبلد جيبه ما انا مصدقين انه هو ما اخذه اعطيه جزارة اعطيه جزارة عشان مراد يعطيك العافية اخر مرة اخر مرة بتفوت بيتنا تفضل تفضل انا من طلعت المصاري؟ تفضل صار من جيبه كمان والله ما طلعته من جيبه خير خلاص رامي اقسم بذلك يا جماعه رحمه امي ما اخذت شيء والله يا زلمه خلاص خلاص
ايوه مع بالك اخذت شي خلص خذوا المصاري بدك اياهم خذهم واطلع قال له معك خلصت اي ما هو لو بدك تبني وتطلبه مني لاعطيك اياهم خلص شيلها خلص هاي بالنهايه كل واحد له مصاري هاي المصاري خلصت يعطيك العافيه شيلك شيلك لان راس صار جامد والله خذن خذن عيد الحرام ما اخذت فيها زلمه خذن لاحرم خذن خذن خلص ما بدي انسى طفى انا طفى ما بدنا والمصحف يا جماعه والله العظيم شلون اصلا جيت واحد ابوي ما بتخيل منك ولا واحد من ايام ما بتخيل منك انسى انسى سكر الموضوع يمكن بتخيل من واحد بعرفه من خمس سنين ولا بتخيل منك رامي ما بدي انا خلص يا جماعة اقسم بالله شلون دخل الجيب ما بعرف والله خلص شي صار خلص شي صار انا ما بهمني مصاري ما بهمني خلص خذ شكيتك تفضل يلا يلا انا ما مصدق علي كمان خذوا طريق خلي كله خلص هذا الموازي يعني صار يعرف منك مو هذا الموازي على بالك انا هي والله شفت على هي المصاري شلون دخلوا الجيب ما بعرف خلص سؤال حط حالك مكاني حط حالك مكاني مصراط طلعت من شاكيتك دخلت بقلب شاكيتي حط حالك مكاني ايش بتساوي؟ لا تدخل بسينو جيم خلصي ايش بتساوي؟ قبضت يا عرب قبضت يا عرب لك ما حدا طلع بالسيارة مثلي يا اخي والله كنت حالي بالسيارة انا طلع جنب رفيق طيب ما حدا طلع بالسيارة حتى لو اخذ مصاري شي بالمنطقة يا ابن الحلال كان اعطيتهم رفيق طلع فيه هذول عندك الارواح عند الجماعة خلص اعطيهم جاكيت واجي شي بالمنطقة اوكي تفضل الله معك طيب ما طيب اوكي بس ما انا بطلع ها يلا طيب اوكي سلام تاخذ الروح لا عفوا لا تاخذ هذا ما قال تمام لا لا مسوخه بس وينك؟ مسوخه انا مظلوم من الشيء اللي صار وانا ما صار مالي ما انا اخطا من جيبك خذهم تمام؟ لا باخذهم واذا نسمع كل ايام تروح لا ترقوا ترقوا لا 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 انا شوف لك انت بتعرف اول الناس اذا انا اعتزت مسار بيجي عندك بطلب ما بمد ايدي على الحرام وبسرقك انا تمام؟ طب هدول شلون طلعوا انا ما بعرف انا ما بعرف رامي لو انا سير ممكن عفتهم عند رفيق لعب فيهم عندك لاروح اعطيهم لك واجي سير بس ما غلط علي ما غلط علي ولا ما غلط علي خلص انا حرامي انا حرامي وحاطهم حاطهم عيني وراسي خلص حرامي يلا 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 ما تنسيش كلهم تا خذ اغراضك هدول الايفون عندي تا هاي الروت تا تا زين تا رامي تا تا مسوك عيف ما بدي شي منك انا ما بدي شي تا مسوك ما بدي شي عيف ما بدي شي انا خلص خذ اغراضك خذ اغراضك تا مسوك عفوا بالله ما بقول لك تاخذ شي من عندك خذ اغراضك خذ اغراضك من عندي خيي اي اغراض وينهم؟ اغراضك خذهم من عندي ما بدي اياهم هدول زين 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 خلاص مبروك والله وانت مبروك مبروك خلاص هي يعني اخت المصراة خلاص يعني اخت المصراة انا اخت اليوتيوب والله العظيم مبروك ايش اخت المصراة اخت اليوتيوب ايش مبروك هي مبروك زين محمد زين زين ليش بقى مجنون؟ عليك عليك بس ما هي حلوة منك ها؟ ماشي لا عن جد تعرف امشي اسمع عشية؟ سمعت الحرام سمعت الحرام والله العظيم يا بكره بيجي مجنون تبعالك ولا شغلانه الحرامي مش عارف انا مش انا مش انا مش انا مش انا مش انا مش انا والله انا مش انا يعني والله العظيم بحسه تقيل انه انا وريت انا بحكي لك ايوه انا حرامي سرقتك خلص اليوم ما شفتني نزلني يلا روح خلص خلص ايش بدك مش عم تحكي انت مجنون ولا شو؟ لا انا بخسر مش 1300 يلا لا تعال ابرو خلص لو انت ابرك وين ابرو ما بخلي مجال البركي انا اخذت من حالي شو المصاري اللي جايبي خلص هذا الطريق انا اخذتهم بجوز بالغلط ما انتبه حطيت بس الجيدات الغلط نشوف نشوف ال 200 ها؟ نشوف راحت للورق يمكن نشوف ال 200 فتش طلع عليها سوي مسك بركي دخلت في جيبي بالغلط ما فيها شيء اصلا معلش انت يا اخوي ورفيقي ايه اوكي اخوك ورفيقي بس انت جيب جويني رامي جيب جويني انا البيت عندك خلص انسى اترك له 100 وخذ 200 اذا 100 لا خذهم كلهم هذول كمان اتمنى لي خذهم انا بس اخذ حقي بس حقي طيب اوكي خذ حقك وعلوم صرفت 300 ها؟ صرفت 300 ما بعرف ايش بدي انا؟ طيب قصدك حقك روحي يلا سوري ما شفت الناس السلام عليكم عم صور والله عم صور
بصور. لك عارف ليه خد نزعت قوم هيك نزعت قوم عليك. والله والله بصور مالك والله. ايش ما مالك ايش ابني طلع حصار من جيبي منين جبتهم؟ تعال تعال شوف تعال شوف تعال شوف تعال شوف تعال شوف تعال شوف خلاص حمار بيدك ولا هيك خلص يا مش حمار اي حرام عشان دخلت مصدر جاي ما عرفت كيف سلمك طلب يا جماعه انا جاي اقول لك جحش طلب شو صار شو احمر احمر مان هيك ما شفت طفي السيكاره ولا عم صور عيب طيب طفينا ما بعرف غلط يعني عملته غلط والله انتم ليش عم تصور يا زلمه انا انفلشت من حالي شلون دخلت مصاري لجيبي والله قلت لهم والله العظيم بلش تصوير انه له بتامن على التصوير اقسم بالله يا جماعه اقسم بالله هذا الانسان اطيب من قلبه ما في والله العظيم هذا دخان بالله هذا دخان وما حد تصور شي ما طاق الكاميرا سامي بروك الله بروك الله بتشرب سيجار عيب عيب بروك يلا بروك اه المقلب هون سامحتني يا عثمان لا ماني مسامحك اطيب من هيك بني ادم شيل طول شيل ما شاء الله يا جماعة اقسم بالله ما تخيلت ردة فعله هيك تكون كان وين يا جماعة بس هو وجهه احمر خجلان ما عم بيعرف ايش يحكي ما عم بيعرف يبرر اي شيء المصاري بجيبي شو ما بجلل الحكي ايه ما تحطهم انت ولا؟ ايه ما تحطهم ايه ما؟ بتشوف الفيديو تاري كنت بدي اشوف يعني فكرة على شيطاننا بخطر له الفكرة يعني ما في حكي عشان يخرب الديارة بس عرفني عليه حيقلب صلي على النبي وكله عادي المهم يا جماعه قلت 300 لازمينك وكيف خذ من عادي المهم انت ما تمدي على الحرام يعني الحمد لله ايه اخذ من مدي على الحرام ها عبدك يعني يا جماعه اقسم بالله يا جماعه انا رحت هيك بعدت كثير علي تعالوا بعد ما رجعت برروا يعني برروا يا جماعه اول شغله مثل ما قلت لكم انا المقلب كله صار فجاه يعني حتى خطرت لي الفكره فجاه الله بيعلم والله كنا نصور شيء والله العظيم انا تشوفوا حواتي طالع يعني. مشان اصور شخصيه دلال بيخد دوري نظامي يعني طلع شلون فالمهم يا جماعه طبعا يا جماعه اقسم بالله عثمان طلع شغلي خصوصي لما عرف انه مقلب واخذ الموضوع عادي ورجع هي هذا الشيء اللي بثبت انه هو قلبه طيب والله العظيم انا تخيلت لما يعرف مقلب يطلع ويمشي بس قلت يعني برقه لاني الحمد لله رب العالمين ما بزعل منكم انا ما بزعل اخوات انتم من الاول والاخير بس انا شلون انت طلعت مصاري من جيب هيني انفلست منها عطيني من جيبك طلعوا انا طلعته من جيبه اقسم بالله طلعته من جيبه ايه ما حطيته طيب بتشوف الفيديو بتاعي لما كنا هيك عملت نصاره فتحت جيبي كان انزل حتى شوفينا المهم ربي يسعدكم يا جماعه ربي يسعدكم يا جماعه اطيب من هيك انسان ما في طبعا بس لازم نعتذر منه والله بنعتذر منه مقبول اعتذاركم المهم احبكم كثير يا جماعه حبوا بعض حضروا بعض استنونا فيديوهات جديده تبع الفيديوهات القديمه حطوا لايك للفيديو اشتركوا بالقناه و السلام عليكم شوفوا ناجح نجاحه غامض بنجاحه هكب واحد ضاغط عنده طريقة مو بالموسيقى نجاحه فعلي هي الحقيقة